150 لوحة فنية وتشكيلية ومجسمات جسدت العمق التاريخي والثقافي لحضرموت في معرض الفن التشكيلي للفنان التشكيلي سالم باسلي والذي أقامته أكاديمية الموهوبين. لوحات فنية معبرة عن الوطن رسمت حضرموت الأرض والإنسان بألوان الطيف المختلفة وحملت بين ثناياها حكايات وتفاصيل للواقع والحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد الحضرمية. فكرة المعرض أنه يمثل التراث الحضرمي القديم، يعني قسمت المعرض كله عن العمارة، عن الحياة اليومية، عن البادية الحضرمية، وهناك بعض المجسمات التي تمثل العمارة الحضرمية عندنا. المعرض الذي استغرق إنجاز لوحاته 6 أشهر يوثق لأبناء اليوم وأجيال الغد عن كيف كانت المدينة وكيف أصبحت معالمها ورموزها التي تتغير تفاصيلها بين فترة وأخرى. أنا ابن الوطن وابن المكلة، فأغلب الصور اللي بتشوفها أغلبها من المكلة، فالمكلة تتغير بعد كل 6 أشهر سنة، والشباب لا يعرف أنه يعني كان يمشي على ماء الكبس، ففي صور بعض تمثل فعلا في بيوت يعني فوق الماء مباشرة فوق، لذلك الشباب يعني أخذ فكرة تمام عن المكلة أنها كانت غير المكلة الآن. وإلى جانب تلك اللوحات التي أبهرت الزائرين للمعرض في قدرة رسامها على التعامل مع الألوان المائية وإبرازه للتنوع الحضاري والثقافي الحضرمي، هنالك أيضا نسخة من كتاب الله عز وجل مرسومة باليد استغرق إنجازها أكثر من 2 عامين. أكثر شيء بارز في يعني إضافة للأعمال الرسومات الموجودة هنا وجود الختمة التي قام بكتابتها الأستاذ سالم باسلين، وهي ختمة القرآن المصحف الشريف كتابة بالأسلوب المصري بالخط العثماني. وإذا كان هذا المعرض الفني والتشكيلي هو الأول من نوعه في حضرموت، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لرسام لوحاته باسلين الذي كانت له العديد من المشاركات خارج الوطن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.